في سابع عم تستنانا، رح نحضر مع بعض كالعادة هيك حرف يدوية ولمسات بسيطة بتكون لها جانب ورونق خاصة في البيت. صباح الخير في. صباح الخير، كيف حالك؟ تمام، انت كيفك؟ تمام. اليوم بدنا نعمل اشي بالإضاءة، صح؟ صح، اليوم رح نعمل الشيد كتير سهل، وبنقدر برضو نحطه كترية. بنقدر بتقدري اذا يعني توسع هون اللمبة برضو بتزبط كترية. هلا رح نشوف كيف، يعني الشغل رح يكون على الشيت سواء للسايد لامب او للفرية. بالضبط، ممتاز. فشو بنحتاج؟ رح نحتاج الشيد القديم اللي عنا عشان نجدده. احنا بنحب دائما نجدد الاشياء اللي عنا لانه مرات حتى لونه بيبطل حلو. صح. اذا كان بيج او ابيض كثير عنا اياهم بالبيت. حتى مرات بنلاقي التريات نفسهم لهم زي التوبس، هدول الشيد الصغار برضو نقدر احنا كيف تنجدي انت كنباية جديدة، بس انت عم تنجدي التوب هاي. حلو. حلوة وهيك بتبين وحدة جديدة. وبتبين وحدة جديدة. ممتاز. هلا انت بتقدري تحطي لها كلف، بتقدري تحطي لها شبر، بتقدري تحطي لها تبعت البرادي. هلا رح نشوف كمان. انا جايبة اشياء مختلفة عشان نشوف، وبرضه بنقدر نحط لها الكريستالات هدول. اوكي، حلو. اول خطوة رح نستعملها اللي هي بنجيب الشيد القديم بنرشه بال سبراي الغير الرش او باي جلو بزبط للقماش. جلو للقماش او سبراي الرش. هلا في سبراي بيجي غرا بس بنرش رش. أوكي. بس هذا لازم on the spot، يعني هلا رشيتي هلا لازم تلزقي. عرفتي؟ متعليش. او بتجيبي اي شيء له يعني ايش بتفضلي صراحه؟ غرا. السبراي يمكن. انا السبراي بفضل السبراي، سهل كتير. بنحط جريده او شيء تحت بنرش وعلى السريع بنلزق. تمام. هلا القماشه اللي رح نستعملها اوكي بنقصها. مثلا انا هون عندي قدي عرض هذا الشيد، بجيب المثل بشوف مثلا عرضه 25. اوكي. هذا لانه الشيد كله نفس القياس فما في حاجه لاشوف قد ايه بدي يعني قياساته على القماشه. بس بقص قماشه عرضها 25، وطبعا بلف بس القماشه اشوف طوله قد ايه انه رح تلف القماشه عليه. يعني من الطول والعرض بنجيب القماشه. بس بنقيس طوله وبنقيس العرض والطول. اوكي. عرفتي؟ وبس بنقص القماشه عليه. اوكي؟ تمام. هلا رح الزق انا القماشه. القماشه بنقيها اشي بيلبق عنا. ومش ضروري برضه نقص القماشة كتير. أنا لقيت هاد القماشة حبيت ألوانها. حلو. حبيت ألوانها بس مش ضروري كمان نقص القماشة بطريقة كتير مرتبة لأنه هلأ رح نقصها وهي عشيت. رح تقصي. مش رح يجي بالضبط على القد. أنا دائما بحب يكون شوي زيادة عشان يطلع الشغل مرتب. أوكي. هلأ هذا البارت هو شوي بغلب لانه بدك تطلعي الهواء من الشيد كمان زي لما نجلد. ايوه بالضبط بالضبط. هلا هون صار في شويه فراغات عادي. ما رح يصير فراغات. لا قصدي من الهواء مثلا البلالين هاي الصغيره. بنحاول يكون مرتب شغلنا. يعني نضل نعمل هيك. بس هو سهل كثير. هلا كل ما كانت القماشه اخمل كل ما كان اضبط على الشيد. اوكي، احسن يعني. ممتاز. اوكي، انا هون بدي ازيحها شوي. واذا زاد قماش زي ما حكيتي ما في مشكله. احسن يعني يكون زياده من فوق احسن ما يكون على القد بالضبط او يقصر معنا. اوكي، هيك بنطلع الهواء. شايفه هون في شيء غلط. تحاولي تشدي لانه لسه ما مسكت. نحاول نشد. هلا هون انا طبعا رش الغرق قبل. وبفضل نرشه برا عشان تعرفي ريحته، ريحه الرش والغرق. اوكي. اوكي. اللون حلو اللي اخترتيه كمان. حبيت القماشه هاي. اوكي. هيك زبطت. تقريبا زبطت عنا.
اوكي هيضل هاي زياده هلا بنقص الزياده وبنلزق بالسيليكون. بس الشيء الوحيد اللي رح نلزقه بالسيليكون هي الكلفه اللي على الاطراف والهاي النهايه اللي عندنا. فبنقص بشكل مرتب القماشة. خليني اطويها بشكل مرتب كمان. حتى اذا بدنا مرات بزيد قماشه من التنجيد اللي عندنا نقدر برضو نستفيد منها نعمل تيبل لامب. اوكي هون بدي احط غراء قصدي سيليكون نقطة صغيرة بلفه هيك بطريقة مرتبة نطويها نطويها ومنحطها. اوكي نقدر نستعمل كمان وول بيبر نقدر ورق جدران بنلزقه عادي بهاي الطريقة بنفس الطريقة ورق جدران كمان اوكي بزبط لأنه في أشكال حلوة لورق جدران بالضبط. وزي ما قلت لك يعني بيزيد من التنجيد نقدر نعمل تيبل لامب بيزيد من مثلا من ورق الجدران برضه نقدر نعمل تنين زي بعض وكله بيلزق بنفس الطريقه ما رح نعمل بالضبط تمام اوكي. هلا الاطراف اللي بتزيد عندنا بنقصها وبرضه برجع بقول مش ضروري كثير كثير يكون مرتب لانه هاي الاطراف كمان رح نحط عليها كلفه. اوكي انا جايبه شبر بس احنا بنقدر نستعمل كلاف تبعون البرادي هلا الغراء اذا حسينا انه مش واصل للاطراف نقدر برضه بالغراء الجلوستيك نقدر بس نحط هيك على الاطراف او على السيليكون اذا حسينا شيء مش ملزق مزبوط. يعني هيك ما بتزهقي من اي شيء عندك بتقدري تجدديه تغيريه ببين بدل ما نكب اللي عنا بس هيك قماشه بنقدر نغير كل شكلها. ومرات احنا بنغير الديكورات او العفش او الكنب اللي عنا فبنقدر هيك نجدد التيبل لامب بدل ما نشتريهم. نقدر نعمل غرف الاولاد نجيب مثلا قماش عليها يعني كرتون أشكال او اشكال صح. ونحطها مثلا كترية بغرفه النوم برضه بيطلع حلو. بدي اصبح على عبير عزه من وين نقدر نجيب اكسسوارات كريستالات مستعمله. يسلموا ايديكي فنان الدنيا يا دنيا. ثانك يو. من وين نقدر نجيب الاكسسوارات؟ الاكسسوارات هدول محلات البرادي اكثر شيء بنلاقيهم. وإذا بننزل على البلد كمان كتير في محلات كتير يعني شارع معروف كله قماش وإكسسوارات البرادي. يارا خالة صباح الخير فيدانا شكرا لك يا يارا. كيف بقدر أسوي مع الكلفة بدل هذا القماش يعني أغطيها كلها بالكلف يعني ما تحط قماش؟ إذا كلفة سميكة كلها بالسيليكون تقدري. في سؤال حلو من نهى إذا ستان كيف نقدر نتعامل معها او نلزقها اذا اللي اختارتها هي ستان؟ اذا اختارت ستان غلبه شكله الستان ما اظن يزبط. اقول لك ليه؟ لانه بدناش يطبع الغراء وهو سائل شوي صح. فالستان ممكن اذا حطيتيه انا ما جربته بس اذا حطيناه ممكن يطبع النقط. الستان ما بنصح وكمان يمكن مع الحراره كمان ما بزبط لما تول الضوء ممكن يعني لا الستان ما بنصح فيه. اوكي دعنا هلا بس نحط احنا الشبر اللي عندنا. انا استعملت بدل كلفه شبر. منى جبره بتصبح عليكي صباح الخير. وسما صباح الخير. أوكي. يا سما نبلش من هون. وفائقه صباح الخير تحياتي لفي كل عام انتم بخير. عبير عزه اوكي حلو. انا جبت شبره كثير قريبه حلوة. وعلى شوي على مخمل. مخمل ايوه. بس بنحطهم على الاطراف. يا
هي مشكلة السيليكون. يا بتلحقي حالك. اه يا لا اذا بدك بساعدك. صدقي هيو مسيطرة. ماشي الأمور. مسيطرة. تعودتي لحالك، ما تعتمدي على مساعد. انا وصلت لمرحلة انه خلص بطلت احس، يعني لما لما تنحرقي عادي. بس هلا حسيت، عرفتي انه اي. شيرين بخاري صباح الخير، كثير حلوة الفكرة بتقول لك، وراها فيصام صباح الخير. يوسف ابو الروس جود مورنينج، ونادين شاهين صباح الخير. نصبح الكل. سوسو السيد كمان نصبحها بالخير. انس فعوري صباح الخير. صباح الورد. اوكي هلا بدنا نعمل تحتنا نحط الكريستالات. اوكي والله حلوه الفكره، من ولا شيء صارت عنا. يعني شوفي قد ايه لا، ومع كريستال ببين شيء غالي يعني. صح صح. وكيف كان شكلها هيك بيضه عاديه. ممل. وهلا انا في زي كان كلفه اوريدي على التيبل لامب اللي عندي، قصدي على الشيد. امتى يعني احنا بس عشان يكون كله ستريت ما بدنا اشياء نافر ولا في طريقه؟ لا لا بس هيك. امتى هيك يعني سحبت سحب حتى مبين هون التيبل لامب القديم اللي عندي الشيء. تمام. آية بكر صباح الخير، بتزبط التيبل لامب المثلثه بس كيف؟ اوكي المثلثه. المثلثه اصعب اصعب. لازم مثلا نحط قماشه، بلاش قماشه، نعمل مثلا على ورق الكبير هذا الورق. او كرتونه. كرتونه بتنطوى. بنعلم من هون بقلم رصاص، بنعلم من هاي الجهه ومن هاي الجهه، وبنضلنا نلف ونعلم نلف ونعلم عشان ناخذ قياسه صحيح. بعد ما تكون عندنا تمبليت او يكون عندنا زي قالب من الـ الكرتونه، بنحطها على الكرتونه وبنقص عليها. يعني بالاول كرتونه بعدين القماش. بالضبط. هلا هديك بدها وقت اكثر، فحاولت اعمل هاي الابسط. بلكي مره جاي. بلكي المره جاي عملت لكم اياها. بس بس بدنا نعلم شكلها على كرتونه، ومن الكرتونه بنقص على القماش تكون ادق. بالضبط. خليني بس ابلش من هاي كمان. رنا الحرين صباح الخير، اسراء جلال كثير حلوه الفكره، وشيرين بخاري، نهى، رهف، عصام. في كثير اشخاص بحبوا يعملوا يعني بحس من الاسئله انه في كثير متابعين وفي كثير بحبوا يعرفوا لانه بيعملوا، يعني مش بس بتفرجوا على التطبيقات، لا هم كمان بيطبقوها في البيت. تستغربي دانا، كثير في ناس تسال على الاغراض، كثير في ناس تسال كيف نعمل هيك، كيف نلزق، ايش لانه صراحه مرات بالسوق بتلاقي اشياء غاليه وبتلاقي ما في شيء مكلف فيها، يعني بس مجرد انهم عملوا، فاحنا بنقدر اذا جبنا الاغراض نعمل هالافكار. صح. دانا انت عملتي شيء ببيتك ولا لسه؟ لا صامدون. لسه للاسف كده. انت وعدتيني تيجي. نانا صباح الخير، مشان طبات شجره عيد الميلاد بصير احط غير لحتى ما يضل ينزل. عم تسال عن طبات شجره الكريسماس، اتوقع انه بنزل اشياء منها او بيخرب اللون، ما بعرف مش كثير. الكريستالات قصدها بالكان؟ إذا أصدع الكريستال إنه نحط الكريستال على الطبات بزبط كمان بالسلك. مش عارفة إذا ممكن. زوز كمان منصبح عليكي. عم تسأل ما بنقدر نشتري هيك إشي بيسك؟ أكيد من كل المحلات. كل المحلات موجود. كل المحلات اللي بيبيعوا إضاءة. آية بكر، ديما، أبو زيد، كتير حلو الفكرة يا فاي. وأثير ربضي صباح الخير دانا، والمبدعة في، شكرا يا أثير. Thank you. منى جبرة بيحكوا لك من هلا اعملي لنا شيء لعيد الميلاد. أكيد محضرة أشياء. أكيد بس بكير مش الأسبوع الجاي. لا لا لسه لسه. أوكي هلا إذا في خيوط سيليكون بنظبطها. هلا بس بدنا نورجي المشاهدين كمان كيف بدنا نحط الكريستال. أوكي هلا بفرجار أو بأي شيء زي دبوس. بدنا نعمل حفرة بالتيبل لامب. فداء المغربي صباح الخير، وعاصم أحمد، سهر الزعبي صباح الخير، وميمو محمد.
هذا الفرد بتلاقيه يا ميمو، بتحكي بقدر بحب اللي بتعملوه بس ما عندي فرد السيليكون. بتلاقى بكل محل، حتى محلات البناء عندهم اه موجود. ورنا الحريم برضه بدهم اشياء للمطبخ. عملنا احنا، عملنا كثير. ننصحك تدخلي على رؤيه.tv، موقع رؤيه، بتلاقي كل الشغل اللي عملته عنا في. اوكي، نلاقي بس سبوت منيحه نعمل زي احنا. هدول للكريستالات صح؟ اه للكريستال. هلا رح نستعمل الرينجز، الحلقات اللي بنستعملهم للاكسسوارات. اوكي اوكي، خلينا بس اذا بنقرب ونشوف الحلقات. هاتي احمله. اوكي، اذا بدك هاي في كميه هون، هدول بنستعملهم للاكسسوارات. هاي هدول، هدول بس لنعلق الكريستالات. الكريستالات اه، بدي اخذ فتحتها بزراديه انا. اوكي، وحطيتها اذا مبين معانا. واضح اه. اوكي، حطيتها هون. هلا الكريستالات، اهم شيء بالكريستال دانا بدنا نعد، يعني عشان يكونوا كل الحبات قد بعض. اه، والاطوال من يعني اه. انت يعني خرزه خرزه جمعتيهم. اه اه اوكي اوكي، وبيجي بيجي حبال هو وبيجي لحال ومرابط. عشان يكون نفس الطول قصدك؟ اه بالضبط، يعني مثلا هذا الطول مش زي هذا بس هذا زي هذا، يعني عدينا هون 12 حبه 12 حبه عشان لما ينزلوا يكون شكلهم متساوي. اوكي، هلا هاي لها مربط طبعا، بس بنحطها بالحلقه. اوكي، وبنحط الكريستالة الكبيره اذا عندنا. ممتاز. سوما بنصبح عليكي كمان. اوكي، هلا بسكرها بالزراديه. اوكي، الاشكال اللي بدنا اياها، بس عرفنا كيف المبدا احنا كيف نعلقها بالضبط. هلا بنحط مسافه ثانيه قريبه لإلها حسب احنا قد ايه بدنا، طبعا بنقيس وين بدنا المحلات عشان يكون متناسق الابعاد، مش شيء قريب شيء بعيد. مثلا انا حطيته هون. اوكي، فتحت. ايش تحتاجي؟ والرينج هذا هي في عندي مفتوح اوريدي، بفتحه بالزراديه وبرضه بحط الرينج. وبثبت الكريستالة نفس الشيء. بياتريس بنصبح عليكي، شيرين قضاء، براء مالك بنصبح عليك، دمدوم عرفات. كيف بنلف القماش؟ بنقدر نلف القماش من الأطراف ونلزقها بعد ما نقصها؟ بنقدر نلف القماش من الأطراف ونلزقها بعد ما نقصها. احنا هيك عملنا بآخر طرف صح؟ اه، يعني نحط الشبر قبل؟ لا لا، مش الشبر قبل، انه احنا بنلفها يعني بنطويها وبعدين بنلزق للقماش بدل ما نقص. اه بنقدر بنقدر. اوكي، هاي نفس الشيء، رح احط هاي كمان. اريج عماد سيف، صباح الخير. أسامة قعوار، صباح الخير. بنصبح أسامة كمان وكل مشاهدينا وندا وسيف. أوكي، طيب تقريبا هذا هو المبدأ، احنا تقريبا خلص وقتنا. اوكي، بس عرفنا كيف نلف القماش، نحط على الاطراف والكريستال. بالضبط بالضبط، وبنقدر نحط مثلا طبعا نعبيه كله بس هلا عشان الوقت احنا بنختصر. بس شفتي قد ايه بسيطة وحلوة؟ كثير حلوة سهل. وبنقدر نتفنن فيها بالاشكال الالوان وكمان الكريستالات. شكرا كثير فيا، عن جد ثانك يو. ثانك يو دانا، ثانك يو كثير، ثانك يو.